ومعي سيادة سفير إيهاب نصر، سافرنا في موسكو. مساء الخير سيادة سفير. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. إيه الأخبار في موسكو؟ الدنيا أولا برد ولا إيه؟ وإيه الأخبار عندك؟ يعني حوالي 10 تحت الصفر. 10 تحت الصفر. يا ساتر، انتوا الربيع ما بيجيلكوش ولا ايه؟ لا ان شاء الله يعني اسبوعين ثلاثه يبقى الجو يتحسن. بس رغم كده يعني الحمد لله ده ما اثرش على التدفق بتاع الناخبين. يعني الانتخابات مشيت في اقبال ملموس مقارنه بباقي الانتخابات اللي فاتت، وحجم عدد اللي جم كان فيه تقدم كبير. ويعني انا يمكن اكتر ما يسعد هو ان نزل مشاركه الشباب عاليه للغايه المره دي. الشباب من دي ملاحظه مهمه يا سيد سفير، من الدارسين المصريين في روسيا. ايوه من المصريين الدارسين في روسيا، وده اللي انا بطالب بيه كل المصريين الدارسين في كل اوروبا وفي امريكا، انه يا شباب ده دوركم، احنا لازم تمارسوا حقكم الانتخابي وواجبكم الانتخابي ايضا. فبتقولي ان الشباب يعني معدلاتهم متزايده. وانا عايز اقول لحضرتك كمان روسيا حدها ضخم، يعني روسيا 17 مليون كيلومتر مربع. ده مشاوير، ده انا رحت مشاوير. تركب طيارات من بلد لبلد. بالظبط يا فندم. يعني في النهارده مجموعه جت خدوا واخدين اتوبيس جايين بيه. مجموعه حوالي 40 واحد تقريبا. دول مسافرين من امبارح عشان يجوا يصوتوا. والله انا بحييهم جدا، ويعني حضرتك تخيلي كم الحماس طبعا والدافع الذاتي للمشاركه في العمليه الانتخابيه. في ناس جت من على بعد 4 ساعات بالطياره. لا يعني برضو يعني الحقيقه انه يعني تحيه كبيره لكل الناس اللي بتتكبد مشقه، وزي ما بيقولوا زي ما قال السفير ناصر كامل انه الناس دي بتقول بقى احنا عندنا ناس بتتقتل وبتاخد الرصاص في صدرها في سينا، واحنا ما نسافرش 4 ساعات وما نوقفش في برد وما نوقفش في طوابير. لا الحقيقه انه المصريين في الخارج لديهم احساس بالمسؤوليه محترم جدا، يجب ان نحترمه جميعا. كبير جدا. والحقيقه يعني مش بس المشقه اللي تكبدوها وان الجو لم يسقيهم وان يوم عطله نهايه الاسبوع الوحيده الراحه اللي بالنسبه لهم يعني قضوها في فضلوا يحطوها لاختيار مستقبل بلدهم، انما فوق كده كمان وده يعني الاهم ان يعني العدد الروح اللي جايين بيها الحماس اللي داخلين بيه يعني كانت مشهد مؤثر. يعني انا بشكرك سيد سفير ايهاب نصر سفيرنا في موسكو.